شكرا للزميل أسامة الأميري، شكرا للكابتن زبير بيا والكابتن خالد بيومي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي، سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحبة الكرام عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، هذه أجمل وتحية مني محدثكم فارس عوض، ويسرنا بأن نلتقي مع حضراتكم في الدربي العربي، في الدربي البيضاوي الكبير، في دربي كازا، في دربي الوداد والرجاء، في دربي الوينرز والجرين ايجلز، في دربي وداد الأمة ورجاء الشعب، في دربي الأب الروحي جيكوم، في دربي الأسطورة تيم بيتشوم، في دربي المدرج الأسطوري، دربي المقانة والفرميجا، دربي الصراع، دربي النزاع، دربي التنافس، دربي الإثارة، دربي الشحن والأعصاب والجنون. وقبل كل ذلك في كل مكان، انظروا كيف تسرق المدرجات العيون من أرضية الملعب، انظروا كيف تتحول هذه القمة إلى مدرجاتها. اترك لكن اليوم انتصار ثمين، انتصار غالي الثمن. الحكم ماذا يقول؟ ركلة ثابتة لفريق الرجاء. انظر الآن هذا الاحتجاج، فرصة التقدم. قلوب الديربي قد يبدأ بخط أحمر الآن. الوينرز في لقطة للتقدم بالضربة الأولى من ركلة الجزاء، من علامة الجزاء، نشاهد ونتابع. يتقدم يا رب، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. يسجل هدفا يعلن عن بداية أجواء هذا الدرب. لقطات مشاهدينا مستمرة، الكرة بتتحول الآن من جديد في الجهة اليمنى، الأب جيكو والتيفو الأخير الذي كان بالنسبة لوداد الأمة، كان الباكو. شايفنا قيادة الجمهور، شايفنا التصفيق، التشجيع، النتيجة لا من مسألة كرة قدم، لكن بلا شك الفوز، لكن بلا شك التأهل، لكن بلا شك المذاق للسلامي. لم نشاهد حتى الآن جمال الرجاء يا السلامي. الكرة تصل مرة أخرى، نتيجة 1-0 يعني تأهل الوداد. أذكر السادة المشاهدين تعادل الفريقين 1. جاءت اليسرى انطلاقة، الحداد يرسل الكرة نهيري المتقدم، يا رب الفرصة بدا، وكاد أن يضيف هدف ثاني. محمد نهيري غاب عن الذهاب لكنه حضر في اليوم. بديع باتجاه بديع، بديع يا سلام، الوداد يا سلام، العرضية يا سلام. المدرب اللي قال الغيابات لن تؤثر علينا، أثقوا باللاعبين، سنلعب للفوز. رحيم سفيان بيرسل الكرة تصويبة قوية كانت عن طريق أيوب آنان. الكرة بتتحول الآن في مكان سليم في الجهة اليمنى باتجاه محسن متولي، لكن في تدخل، وشايفنا الجمهور الوداد يدافع عن هدفه الذي تم تسجيله. انظر الآن هل يريدون من هذا؟ عادت الآن 1-2، وصلت بعد ذلك مقطوعة مرتدة فيها زيادة، فيها أيوب وفيها حداد. لفودار تأخر فيها، استعادوها الرجاء، ماسك الكرة أكثر. ماسكهم متولي، محسن بيرسل الكرة، وين تولي الكرة؟ فيها تمريرة ولكن راها كومارا. الكرة من محسن لكن مقطوعة في دربي الصراع الكبير، دربي الاندفاع، أبعدها بدر. في حديث الآن، وشوف تحت الليزر وتأتي كرة بتتحول الآن في مكان، أولا كرة عرضية، الكرة العرضية ستصل مرة أخرى إلى حارس المرمى في اللقطة الماضية. نشوف ونتابع، والكرة وصلت إلى النقاش. شايف الآن الكرة عن طريق إبراهيم، إبراهيم النقاش، الله على الاحتفاظ بالكرة. كان فيها تمريرة، فيها محاولة، فيها متولي قوية، يا رب
تكناوتي غير حاتم يوقفهم في كل مرة. يقول أنا هنا شباكي نظيفة ما لا ركنية تكناوتي يبعدها إلى ضربة ركنية من جديد العرضية وتكناوتي من جديد بالقفاز بالأقدام بجسده مستعدا يبعد من مالونغوم وصلت من جديد. يا سلام يا سلام يا بوبا تشاندي بيرسل كرة بديع حاول لكن المدافع فابريسينغا أقوى. جاء الشعب النسور يريدون التحليق النسور لا يرفعون المنديل ما زالوا يحاولون ومغطي. شوف 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 التقناوتي حط شوي احتياط التقناوتي حط ليس فقط للدار البيضاء جماهير الفريقين في كل أنحاء المغرب في كل مناطق المغرب. شوف لم ليلة تعني الجميع هي ليلة تعني الكثير وما زالت تعني هذه الليلة الكثير والكثير. زا هنا يحيون ملعبي مركب محمد الخامس في يقاتلون. شوف كيف محاولة الضغط على حامل الكرة. نعم مع ذلك يصل الرجاء مع ذلك يوقف الضغط ولكن للدربي حساباته للدربي قياساته. أيوب الكعبي يريد أن يستمر في حسابات. هنا التمريرة هنا التصويبة ضعيفة والتقناوتي يتصدى لأصعب من ذلك. كل عن ما نشاهده ومهما كان من الكلام لا يمكن أن تصل فيه لدرجة المبالغة. الرجاء مستمر العرضية تأتي الرأسية ضعيفة والكرة تتخلص. ما زالت مشكلة باللون الأخضر 5-1 في كأس العرش وبالنسبة للرجاء لم يسبق بالنسبة للويدك. تأتي محسن متولي يأتي لكن التمريرة بالطول اقتربنا من الدقائق الخمس الأخيرة. مشاهد فريقه حتى الآن فريق الوداد بهدف مقابل لا شيء. الكرة تعود باتجاه أيوب الكعبي عادة الكرة مرة أخرى عرضية الكرة مقطوعة في اللحظة الماضية من سند الورفلي والكرة منذر لبدر كادارين وقرار من حكم المليلة حقيقة في الدربي يكتمل فيها ليس البدر بل كل شيء حقيقة على الأقل. الذكريات تبقى دائما في التاريخ هذا الديربي اللقطات المشاهد الأهداف بالتأكيد. وهنا نشاهد الأعلام والشعارات التي ترفع هذا الديربي ديربي وأن يسجل. الكرة تصل إلى نناح بيلعب لكرة في مكان سليم في انطلاقة في التقدم سفيان راح يطال أفريقيا وما زال الرجاء يحاول يملونكم وحققوا تبون على شيء إنهم يريدون نهاية هذا الشوط على شيء. نشاهد ونتابع نجح الوداد في الدفاع عن هدفه حتى الآن هذه الثواني الأخيرة. الوداد في مكان الله على المرور الله على متولي سقوط ركلة الجزاء ركلة برفض إلى ركلة الجزاء. شوف اللقطة الاشتراك مع المدافع شيخ كومارا هل يعودون بيرسل كرة يا رب الدربيم يعودون إلى مدرج المقانة يعودون إلى درب السلطان يعود إلى مقهى بويا صالح إلى رجاء الشعب إلى النسور الخضر. رجاء الشعب لا يرد من أجل رجاء الشعب يسجل. اللي شايف الحسوني شارك الكرة العرضية العالية الرأسية تأتي ولكن المدافع قبل ذلك والكرة تتحول اللي شايف بالتأكيد أيمن الحسوني لاعب خط الوسط يشارك الآن. انظر إلى كركاج وداد الآن في الجانب الآخر شايف هذه اللقطة وشايف هنا البركان الذي ينفجر. شوف المنظر شوف اللقطة هذه للمشجعين للجماهير لمن يعتقدون بأنهم يحبون ويعشقون أنديتهم. انظروا كيف تفعل انظروا كيف يكون التأثير يا رب ضربة رأس تعيد رأس الوداديين مرة أخرى للارتفاع من جديد. هدف سجل المدرب دخل أيمن الحسوني لمثل هذه اللقطة لمثل هذا الموعد لمثل هذا الديربي لمثل هذه الليلة. شوف المنتصرون إنهم بهذا المسمى
إنهم بهذا اللقب، إنهم بهذا الاسم الوينرز. ليس لقبا فقط، إنه الوداد للدار البيضاء. خط أحمر اسمه الوداد بالتأكيد. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، فرحة.